قناة صوت ومعنى تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في البلاغة بعنوان علاقات المجاز المرسل. قبل أن نبدأ الدرس نحفظ هذه العلاقات حفظا. هي 8 علاقات: السببية والمسببية، الجزئية والكلية، المحلية والحالية، باعتبار ما كان وباعتبار ما يكون أو باعتبار ما سيكون. وهي سهلة الحفظ لأنها قائمة على الثنائية، كأنك تحفظ 4 أنواع فقط: سببية ومسببية، جزئية وكلية، حالية ومحلية، باعتبار ما كان وباعتبار ما يكون أو باعتبار ما سيكون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة، خذ قاعدة يسيرة وهي انظر للمذكور. انظر للمذكور أمامك في المثال وبذلك تعرف العلاقة. سوف نكتفي اليوم بأمثلة الكتاب المدرسي وتطبيقاته. المثال الأول في الكتاب: إذا نزل السحاب بأرض قوم، إذا نزل السحاب بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. هل السحاب ينزل في أرض القوم؟ لا. ما الذي ينزل؟ المطر. ما علاقة السحاب بالمطر؟ السحاب سبب لنزول المطر، إذ لا مطر بدون سحاب. السحاب المذكور سبب في الشيء غير المذكور، إذن العلاقة سببية. المثال الثاني، قال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وينزل لكم من السماء رزقا، الذي ينزل من السماء، هل ينزل الرزق الطعام والشراب أم ماذا ينزل من السماء؟ ينزل المطر. المطر بعد ذلك سوف يكون سببا في الرزق، سوف نحصل على الخضار والفواكه واللحوم وكذا بنزول هذا المطر. إذن الرزق ليس سبب في المطر، بل العكس، المطر هو سبب في الرزق، إذن الرزق مسبب، إذن العلاقة هنا مسببية. نأخذ المثال الثالث: وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. الشاعر لا يقول قافية، القافية هي آخر أبيات، هي آخر أحرف أو تفعيلات القصيدة. الشاعر لا يقول القافية فقط، وإنما يقول قصيدة متكاملة من صدر وعجز، فقافية جزء، القافية جزء من القصيدة. إذن فلما قال قافية، علاقة المجاز المرسل هنا جزئية. 4، قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. في وقت الصاعقة هم لا يجعلون جميع الأصابع في الآذان، وإنما يجعلون أصبعين، وليس أصبعين وإنما البنان فقط، طرفي الأصبعين. إذن هذه ذكرنا الكل وأردنا الجزء، البنان. إذن العلاقة كلية، المذكور هو الكل، الأصابع. نأتي إلى رقم 5: إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب. الحقد باق في الصدور، هل كل الصدر يحتوي على الحقد؟ لا، الحقد سوف يكون في القلب، والقلب داخل الصدر. إذن ذكرنا المحل وهو الصدر، وأردنا الحال في هذا المحل الذي هو القلب. إذن الصدر هو محل القلوب، الصدور هي محل القلوب، العلاقة محلية. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. هل يجلسون على شيء اسمه نعيم أم هم يجلسون في الجنة؟ هم يجلسون في الجنة. ذكرنا النعيم هو حالهم أنهم في نعيم، وأردنا المحل الجنة، إذن العلاقة حالية. المثال السابع، قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. متى نعطيهم أموالهم؟ عندما يبلغون. إذا بلغوا هل نسميهم يتامى؟
لا، إذن لماذا أطلقنا عليهم كلمة يتامى أو أطلق القرآن عليهم يتامى وهم الآن قد بلغوا سن الرشد؟ باعتبار ما كانوا يتامى. 8. سأوقد نارا. أنت ماذا ستوقد؟ ستوقد الحطب، لكن هذا الحطب سوف يكون نارا. إذن نارا باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون عليه الحطب في المستقبل سيكون نارا. سأوقد نارا، هذه هي أمثلة الكتاب. نأخذ يعني أمثلة توضيحية من خلال التطبيقات. وافق المجلس على القوانين، وافق المجلس، هل المجلس هو الذي وافق يقول أنا موافق أو كذا؟ لا، أهل المجلس. إذا ذكرنا المحل ونريد الحال، العلاقة هنا محلية. شربت بنا صافيا، هل شربت أنا بنا صافيا؟ بن هو الحق؟ لا، أنا شربت قهوة. إذن هذه العلاقة هنا باعتبار ما كان، كانت القهوة بنا صافية. زرت معاصر الزيت، هل هم يعصرون الزيت؟ لا، هم يعصرون الزيتون أو الذرة، ولكن في المستقبل سوف يتحول إلى زيت، إذن باعتبار ما سيكون. أرسل القائد عيونه لاستطلاع الأمر، هل فقط يرسل عيون؟ لا، إذن هذه جزئية، ذكرنا الجزء ونريد الكل. طلب يدها للزواج، هل فقط يطلب يدها للزواج أم يطلبها كلها؟ يطلبها كلها، إذن العلاقة هنا جزئية. أقبلت الممرضة وفي كفها الشفاء، في كفها ماذا في الحقيقة؟ الدواء. وذكرنا نحن هنا ماذا؟ الشفاء، باعتبار ما سيكون سيكون الدواء شفاء، أو باعتبار أن الدواء سبب للشفاء، إذن الشفاء مسبب من قبل الدواء، العلاقة تكون هنا مسببية. هذه شروحات يسيرة. نختم بهذا المثال الجميل القرآني. فبشرناه بغلام حليم، هذا طفل صغير لا يتكلم، فكيف يكون حليما؟ باعتبار ما سيكون، سيكون في المستقبل غلاما حليما. هذا شرح ميسر ومختصر لعلاقات المجاز المرسل، آمل أن يكون الشرح واضحا. بارك الله فيكم. إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الاشتراك بالقناة، اضغط على زر الإعجاب وانشر المقطع لتعم الفائدة. صوت ومعنى، استمتع معنا.